أهلا بحضراتكم مرة تانية معانا. قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدا واللي بتمثل مصدر أساسي للدخل القومي في مصر. السياحة مرت بظروف كتير صعبة، العاملين في قطاع السياحة يمكن جات عليهم فترات في اللي ساب المجال خالص ودور إنه يشتغل في مكان تاني، كان في تراجع للسياحة، والكتير من الدول اللي كانت بتمثل يعني نسبة كبيرة جدا السياح في وجودهم في مصر نتيجة لبعض الأحداث الإرهابية التراجع كان له أسباب. لكن من ضمن الأسباب الأساسية والمهمة جدا واللي كتير بنتغافل إننا نشتغل عليها هي التسويق. إزاي أصدر صورة مصر بشكل لائق لبره ولدول العالم؟ إزاي ممكن وأنا عندي تسويق إلكتروني وهو نوع من الفنون لازم يكون في ناس قائمين عليه متخصصين يقدروا يشتغلوا على ده؟ إحنا ليه بنفتقر للنوع ده من التسويق؟ وإزاي ممكن ننشط ده ونشتغل ونشوف شواطئ ونوري الناس إن إحنا عندنا آثار وعندنا أماكن سياحية تفوق أي مناظر خلابة موجودة في العالم كله؟ هيجاوبنا على التساؤلات دي يعني المختص في الموضوع ده، وإحنا محتاجين إن العاملين بقطاع السياحة هم أكتر ناس يعرفوا إيه هي مشاكلها وإيه اللي بيحتاجوه عشان القطاع ده ينهض مرة تانية. سعدني وشرفني وجود أستاذ رامي فايز، عضو غرفة الفنادق بالبحر الأحمر والمستثمر السياحي بمرسى علم. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. منورنا وصباح الخير. أهلا بيك. والأول بس تقول لي كده من وجهة نظرك أنت شايف إن إحنا واقفين فين دلوقتي في قطاع السياحة؟ شوفي، إحنا دلوقتي بالنسبة لمصر هنا إحنا واقفين على أرض، ابتدينا نقف على أرض صلبة بداية من النص الثاني من 2017. تمام. احنا من النص الثاني من 2017 ابتدت معدلات التدفق السياحي، معدلات الانكمنج للسياح اللي جايه لنا من بره ابتدت ترجع تاني بنفس السيكونس اللي احنا كنا ماشيين عليه في 2009 و2010. احنا لو احنا نشوف، احنا في 2010 احنا كنا حققنا حوالي 14 مليون سائح اجنبي جم بلدنا هنا. لازم تعرفي ان انت حجم السياحه الاول بتاعك في مصر متوسط ما بيقلش ابدا من 10 ل 15% من اجمالي الناتج القومي بتاعك لمصر قائم على السياحه. انت النهارده لما بتيجي تعملي اي مشاريع إيهابية، بتعملي اي صروح اقتصاديه صناعيه، فانت مستنيه الناتج والعائد بتاعها بيجي متوسط من بعد الثالث ورابع سنه عشان تبتدي تجيب العائد ده. انت في قطاع السياحه هنا انت في سنه واحده انت كنت محققه حوالي 10 مليار دولار و12 مليار دولار في 2010. انت النهارده في النص الثاني من 2017 عشان نرجع اللي انت كنت بتسالي فيه، ابتدينا نحقق حوالي 7.2 او 7.3 مليون سياح جونا في 2017. ابتدى في 2018 نفس السيكونس ابتدى يعلى، وده هقول لك بيعلى ليه. ابتدينا نحقق حوالي، دخلنا في ال 10 مليون وال 11 مليون سياح بنسبه اجمالي الناتج القومي من قطاع السياحه، دخل في حوالي ال 10 وي او ال 11، دخلنا خلاص في ال 11 مليار دولار في 2018. لكن الدروب اللي حصل من 2011 لغايه النص الاول من 2017، احنا هنا كان في الفتره اللي كانت صعبه على قطاع السياحه وعلى كل العاملين فيها، ودي فتره مش بسيطه، احنا بنتكلم في مده كبيره. تمام. هي السبع سنين العجاف اللي انت بتتكلمي فيهم دول، ابتدينا في 2011 كان لسه كل الحجوزات ما كانش كلها اتلغت في مصر، فاللي جانا برضو ما كانش نسبه ما كانتش وحشه، ابتدت تنخفض قوي في 2012 2013 عاليت 14 عاليت 15 كانت هتبتدي ترجع تاني نفس المستوى لغايه ما حصل الدروب بتاع الطائره الروسيه. حصل المشكله دي قعدنا من 15 لغايه نص تاني من 2017 احنا في سنين عجاف. معظم الناس اللي انت كنت بتتكلمي فيه، الناس اللي كانوا متعاملين بصفه مباشره في قطاع السياحه مع السائح الاجنبي ابتدوا اوريدي يروحوا لقطاعات تانية لان نفس الانكم اللي كان بيجي له ما بقاش خلاص موجود. في ناس موجوده، في ناس هاجرت، في ناس سابت قطاع السياحه خالص وراحت اي قطاعات تانية. انما احنا دلوقتي في نص 2018 لو احنا فضلنا ماشيين بنفس السيكونس اللي احنا ماشيين عليه، لا احنا ان شاء الله في 2019 دي هتبقى الطفره الكبيره اللي هنعدي فيها 2010. شوف انت عدو الخير النهارده بيقول لك ايه، احنا النهارده في 2019 عايزين نرجع بس لتسع سنين ورا. عايزين نرجع بس لنفس السيكونس اللي انا كنت ماشي عليه ونفس التارجت اللي انا حققته في 2010 كقطاع سياحه مصريه. صحيح. انما ان شاء الله احنا في 2019 احنا جايبينه وهنعديه. يعني انا اعتقد لو احنا فضلنا ماشيين زي ما احنا كده اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، امنيا،
سياحيا الدنيا هتمشي كويس قوي، وهنعدي 2010 طبعا متوسط من 15 ل 16 مليون سائح ان شاء الله في 2019. اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا احنا يعني بنشوف الخطوات ماشيه ازاي، لكن في دور كبير على قطاع السياحه نفسه. لو يعني بدات مع حضرتك بفكره انه الناس دلوقتي قد ايه رايحه لتركيا والهند وصناعه الدراما اللي عملت تسويق غير طبيعي للمناطق دي، وبتبعد تماما عن اي حاجة ممكن تشوب السياحة هناك، على الرغم من ان مفيش مكان مفيهوش مشاكل داخل المجتمعات اللي احنا بنتكلم عنها دي، لكن اختيار الاماكن اللي بتصور فيها، تصدير المجتمع نفسه بعاداته بتقاليده بالحلو اللي فيه، اللي جذب قطاع كبير من المصريين والعرب واكيد الاجانب برضو للسياحة التركية والهندية بشكل كبير، لان دول اللي عليهم التركيز دلوقتي في مصر. احنا ليه مش قادرين نعمل ده؟ لا احنا بنعمل كده وبنعمل كده كويس مؤخرا. احنا نتيجه السنوات اللي احنا كنا ماشيين فيها ما كانش طريقه التسويق بتاعتي ما كانتش مواكبه للحدث بتاعي، لان انا مهما كنت هسوق انا كان المردود بتاعي كان ضعيف جدا. ديو السيتويشنز والمواقف اللي احنا كنا فيها هنا في بلدي واقليميا حواليا كمان كانت الدنيا ماشيه ازاي. بالنسبه لتركيا، انت تركيا النهارده في 2018 جالها حوالي 36 ل 37 مليون سائح دخلوا تركيا. انا في الوقت ده انا جالي انا حوالي 10 ل 11 مليون سائح. خلي بالك ان تركيا، عشان بس يعني الناس ما تشوفش الجاب قوي ان تركيا 37 وانا 11، ده مش عشان هي احسن مني في مقومات سياحيه، بالعكس انت ما فيش دوله في العالم ما فيهاش مقومات سياحيه هبه زي بلدك هنا. طبعا مفيش نوع سياحه مش موجود في بلدك، يمكن النوع الوحيد الموجود اللي مش موجود انا دايما بقوله في كل مره هو يمكن التزحلق على الجليد، انما غير كده كل انواع السياحه موجوده في بلدك. عشان كده الناس شايفه الجاب كبيره زي ما حضرتك تقول. عشان كده الجاب كبيره دي ليه؟ خلي بالك انت النهارده انت فقدتي السياحه الروسيه اللي بتيجي بلدنا اللي هي متوسط 3 و4 مليون سائح روسي في السنه، اوريدي اتحول بالكامل على تركيا بالكامل، انت ما بيجيش منه حد من اول 2015، فدي اكتسبتها تركيا. الديستنيشن زي شرم الشيخ ما بيجيلهاش مثلا دلوقتي الساحل الانجليزي، بقى يروح تركيا. فانت النهارده نتيجه فقد انت عامل عندك، وهو الماركتنج بتاعه كان ناجح جدا في زي ما انت بتقولي في المسلسلات التركيه وازاي بيظهر بلده بطريقه كويسه وكل حاجه، فابتدي هو ينجح في كده. بس برضه عايز اضيف عليكي ان نتيجة العقوبات الأمريكية على تركيا فالليرة التركية انهارت، فبقت ديستنيشن رخيصة جدا بالنسبة للسائح الأوروبي والسائح الأمريكي. فأنت النهاردة بدل ما كان يجي لغاية مصر هنا ويدفع طيران ديستنس كتير سواء ساعات طيران وفي نفس الوقت هنا يصرف، لا هو النهاردة بقى يروح مسافة أقل، مسافة أقل بسعر أقل، بسعر أقل وبيصرف أقل بالنسبة إكويفلنت للدولار بتاعه. فعشان كده الجاب دي كتيرة. ولكن لازم تعرف أن أي حملة تسويقية في أي بلد أنت لازم يبقى فيه إعلان عقلاني وإعلان تشويقي. إعلان العقلاني ده أنا بديكي فيه فاكتس، بديكي فيه حقائق على الأرض، أن سي مثلا أن مصر دي فيها 100 مليون بني آدم، أن مثلا الغردقة واخدة في 2018 باي ذا واي الغردقة كمدينة غردقة واخد رقم 21 على أحسن ديستنيشن وجهة سياحية على مستوى العالم في 2018 الغردقة. عندي مثلا هفتح الجراند ايجيبشن ميوزيوم، المتحف الحضاره المصريه، ده هيبقى اكبر متحف على مستوى العالم في 2020. دي فاكتس. الاعلان التشويقي ده الاعلان العقلاني اللي فيه الحقائق اللي بقدمها للناس عن البلد. النهارده الاعلان التشويقي اللي انا يعني بخاطب فيه بقى العاطفه اللي جواكي، فاهمين؟ يعني لو انت جيتي انت وولادك ورحتوا مثلا ديستنيشن زي الغردقه دي وقعدتوا على شاطئ زي ده ونزلتي عملتي سنوركلينج في حته زي دي، انا هنا بخاطب اللي جواكي، انت فاهماني؟ فاي حمله تسويقيه لازم الاثنين يبقوا ماشيين متوازيين مع بعض. انا النهارده في اللوفر مثلا، متحف اللوفر اللي انت عايزه تتكلمي لسه، اللوفر النهارده واخد احسن متحف على مستوى العالم من حجم المقتنيات اللي فيه وحجم الناس اللي دخلته في 2018. اللوفر بس دخلوا حوالي 10 مليون سائح زائر دخلوا المتحف في فرنسا في 2018. أنا كل المتاحف المصرية خرجت بره منظومة السياحة السنة دي، إنما في 2020 أنا متوقع أن المتحف الحضارة المصرية هيخش موازي وهينافس مع اللوفر كمركز أول، كمركز أول، كمركز أول، مش هيقل عن كده طبعا، لأن أنت بالحجم اللي أنت شايفاه كأكبر متحف على مستوى العالم في ديستنيشن زي الأهرام بالفيو الجديد اللي أنت هتشوفي بيه الهرم، أنت هتشوفي الهرم من كذا زاوية بطريقة مختلفة.
انت فاهماني؟ منطقه الاهرام بالكامل هتتغير معالمها مع افتتاح المتحف ان شاء الله في مارس 2020 ان شاء الله. طبعا حضرتك اتكلمت على السياحه الروسيه، السياحه الانجليزيه، يعني اجزاء مهمه جدا وعدد كبير احنا فقدناه، واحنا بنقول نتيجه عوامل منها الاحداث الارهابيه اللي حصلت، سقوط الطائره الروسيه اللي عملت دروب كبير، يمكن لغايه النهارده عمالين بنحاول اننا نعالج او قطاع السياحه بيسايس فيه لانه يرجع مره تانية. لكن مش دي مشاكلنا بس، احنا يعني اكيد في مشاكل تانية بيواجهها قطاع السياحة أو صعوبات إنه يقدر يسوى. حضرتك اتكلمت عن نوعين مهمين جدا من الإعلانات، أو ده الأساسي، أنا بقى حاجة بعمل فيها حقائق وحاجة بعمل فيها تشويق، هل ده كافي؟ أعمل التشويق ده أوصله للناس إزاي؟ بطريقة أجذبهم إن هو حتى لو التكلفة هنا بالنسبة له والمسافة أبعد هيجي برضه عندي. شوفي احنا هنا كدوله مصريه ابتدينا تعاقدنا من اول 2018، نص التاني من 2018 تعاقدنا مع تعتبر من اكبر شركات التسويق العالميه عشان نسوق بلدنا بطريقه علميه مظبوطه. تمام. ودي تعتبر كانت من ضمن الشركات اللي كانت بتسوق مثلا دبي على سبيل المثال في الفتره اللي فاتت دي. خلي بالك مثلا دبي ما عندهاش لا نفط ولا عندها حاجه من اللي عندك انت هنا، انما دبي بتعرف تسوق نفسها صح. طريقه الماركتنج بتاعها كانت مظبوطه. دبي قائمة اقتصاديا على السياحة من الدرجة الأولى. أنت النهاردة من ناحية التسويق بتاعك أنت هنا في مصر، بعد ما تعاقدنا مع الشركة دي إحنا متوقعين إن الدنيا هيبقى فيها اختلاف من النص التاني من 2019. مفيش دولة في العالم مش هتبقى تسمع عن مصر وتسمع مثلا عن افتتاح المتحف. مفيش مثلا حتة إحنا بنواكب فيها بنخش على هبة على كل دولة على شركة الإعلانات وشركة الدعاية بتاعت كل دولة على حدة. ما بعملش شركة عامة جلوبال وبخش بيها على كل دول، لا كل سي مثلا في أسبانيا أنا دخلت على أسبانيا على شركة نمرة واحد في الإعلانات وعلى الدعاية هناك والعلاقات العامة. في نفس الموضوع في كل الديستنيشنز اللي أنا باجي فيه. يعني أنت عندك في ألمانيا مثلا أنت اللي بيجي لك من ألمانيا، الألماني هو أكتر سايح بيجي لك هنا في بلدك. احنا في 2018 جانا مثلا في السياحة الألمانية فقط غير من 1.8 مليون ل 2 مليون سايح ألماني. ألمان بس. ألمان بس. عندك منهم حوالي 60% دول جم بلدك هنا مرتين وثلاثة، يعني ريبيتر جيست. انت النجاح عندك في السياحة مش ان انت تجيبي السايح مرة واحدة، النجاح يكون في السياحة تكرار لازم. ان هو يجي المرة الثانية والمرة الثالثة. هنا انت نجحتي في التسويق بتاعك كسياحة بحيث ان ده يفضل عندك برسنتج ثابته كل سنه من اللي هم ال 30-40% دول ثابتين بييجوا عندك بصفه منتظمه، لان هو لويال للمكان واللويال مثلا للريزورس اللي بيجي فيه واللويال للمدينه اللي هو بيحبها. وفي نفس الوقت انت بتسوقي في اسواق ثانيه خارجيه، فانت بيجي لك مثلا 60-70% زياده، فانت كل سنه يبقى في عندك نسبه بتعلى ما بتقلش ابدا يعني. اللي حضرتك بتتكلم فيه ان كل دوله محتاجه طريقه تسويق معينه من خلال شركه معينه. انا عارف ان دي الاكبر هنا في المانيا، هنا في يعني في فرنسا، على حسب الدوله بشوف انا بسوق لها ازاي. هل احنا هنا عندنا يعني متخصصين هم يقدروا يتعاملوا في المجال ده، ولسه محتاجين تدريب اكتر نخرج كوادر في الموضوع ده؟ لا احنا عندنا هنا متخصصين كويسين جدا وعلى دراية كويسة جدا وعلى علم في التسويق كويس جدا، ولكن أحيانا بينقصنا هنا بعض السبورت من الدولة المصرية. إنما إحنا خلاص إحنا كل حاجة ابتدت تتحط على الأرض، ابتدت تتحط الخريطة التسويقية لمصر بطريقة علمية مظبوطة، بعمل بيها فوكس على الكلاينت اللي أنا عايزه، بعمل بيها فوكس على الديستنيشن الجديدة اللي أنا عايزها. زي يعني إحنا ابتدينا نفتح أسواق تانية جديدة ما كانش بتيجي مصر بفوليوم كتير، زي الهند. الهند ما كانش بتنزل معايا بفوليوم كتير في مصر هنا، ابتدينا نخاطب الهند في عقر دارهم. يعني رحنا إسلام أباد، رحنا أحمد أباد، رحنا مومباي، رحنا في كذا ديستنيشن في الهند رحناها، ابتدينا تجينا منهم طبعا ابتدينا تجينا منهم طيارات بصفة مباشرة على مصر. ابتدينا الصين، بدل ما كان بيجي لي مثلا من شنغهاي وبكين بس، ابتدينا النهارده بيجي من جوانزو، بيجي من ايو، بيجي من كذا ديستنيشن مباشره على القاهره ومباشره على الاقصر. فابتدينا نفتح الديستنيشنز الجديده اللي هي بتجي لي الفوليوم اللي هو يعوضني عن اسواق انا فقدتها ديو سيتويشنز الحال زي ما بتتكلمي الروسي والانجليزي. ولكن انا هنا لازم اواجه نفسي بقى، هل انا عايز هنا كم ولا عايز كيف؟ عايز اشتغل في السياحه كم ان هو يفضل يجي لي ال 8 مليون وال 10 مليون سايح، وفي الاخر الكيف بتاعهم مثلا يجي لي ال 10 مليار دولار اللي انا عايزه، ولا اجيب مثلا ال 10 مليون سايح دول ويجي لي مثلا 20 مليار دولار. هنا يفرق، لان انا في الوقت ده هبه انا بستهلك البنيه التحتيه بتاعتي السياحيه،
بس اللي هي من مثلا اتوبيسات سياحيه من الطرق بتاعتي. انا عندي اتوبيسات هنا مثلا في بلدنا حوالي اللي بيشتغلوا في نقل السياح حوالي 19000 ل 20000 اتوبيس سياحي. انا اعتقد ان مفيش حد مثلا استورد اتوبيسات حديثه 2019 2018 في الفتره اللي فاتت دي، فانا عندي مثلا لغايه 2016 او 2017. الحاجات دي كلها محتاجه رينوفيشن، محتاجه تجديد. ده مهم وبيفرق أصلاً. يعني احنا برضو يمكن ايه طب ما ده كويس وشغال بالنسبه لناس معينه، عايزين نقول لهم اهميه ده ان احنا يعني بنعمل اعاده احلال وتبديل لكل حاجه دي كل سنه يعني. للقطاع بالكامل ده اللي بيتعمل فيه دلوقتي. انا النهارده لما يجي لي دوره الالعاب الافريقيه او كاس الامم الافريقيه اللي هيتلعب في شهر 6 الجاي ده، انا هستغله سياحيا طبعا. هستغله ان الناس دي جايه بفوليوم، كل فريق جاي معاه المشجعين بتوعه، بيشتغل عليا الفنادق في القاهره سواء في بتستعدوا له ازاي بقى من دلوقتي؟ انت يعني فتحت بقى حدث مهم جدا ومفروض قطاع السياحه شغال عليه بالتوازي مع كتير من اجهزه الدوله القطاعات المعنيه. انتوا عملتوا ايه؟ ما فيش دوله اشتركت معانا في افريقيا غير لما احنا رحنا لهم بنسوق لهم ان هي الناس دي هتجينا قبل قبل الكاس امم افريقيا وهتقعد طبعا هتشجع الفريق بتاعها وهتقعد بعديها. مفيش حد من المشجعين هيجي يحضر بس ماتش وهيمشي، لا، كل المشجعين اللي جايين هيطلعوا سواء الاقصر اسوان، هيطلعوا الغردقه، هيطلعوا شرم الشيخ، هيعملوا هنا التور بتاعهم في القاهره. الفريق بتاعهم مش هيلعب ماتش كل يوم. انت فاهمين؟ حتى ممكن يلعب ماتش ويخرج بعد اول تصفيات، لا، كل الناس اللي جايه حاجزه معانا في شهر 6 الجاي ما فيش حد قاعد اقل من 10 ل 13 يوم. بتجهزوا لهم البروجرام اللي ايه؟ بالكامل، سواء ان هو هيطلع طبعا هيحضر الماتشات بتاعت فريقه وبعدين هيطلع على زي ما بقول لك كذا ديستنيشن بحيث ان احنا نشغل بلدنا زي ما كان المفروض ان احنا نشغلها. تمام. هو طبعا زي ما بقول ان هو المصريين كلهم مستنيين نتيجه الاستضافه العظيمه والعبقريه اللي حصلت دي. مش عايزه اقول الصدفه لان احنا دايما بنسعى ان يكون عندنا ده ونقدر نستغل فرصه زي دي، وخصوصا في قطاع زي قطاع السياحه. ايه اللي واقع عندنا ونقدر ننهض بيه في فرصه ونستغلها اي دوله تانية لو في مكاننا هتعرف تسوق لده؟ مظبوط. انت من وجهه نظرك انت بتقول انا محتاج مسانده ودعم من الدوله، يعني انا باخد خطوات، لكن ايه نوع الدعم اللي انتوا محتاجينه؟ يعني بصي، احنا لغايه دلوقتي احنا نفس انواع السياحه اللي احنا بنتكلم فيها في الثمانينات في التسعينات هي اللي بنتكلم فيها في 2018. مفيش عندنا نوع سياحه جديد ابتدى يخش عندي في بلدي هنا. انما احنا النهارده خلي بالك انت تاني ارخص ديستنيشن على مستوى العالم بناء على تقارير منظمه السياحه العالميه. انا النهارده انا عايز اخرج بلدي من حته ان انا ديستنيشن رخيص. الناس مثلا بتيجي من روسيا لمصر انكلودنج الطيران ما بيصرفش اكتر مثلا من 500 600 دولار او يورو، 7 ليالي 8 ايام بالطيران بتاعه. بقت معروفه بره ان مصر ديستنيشن مش غاليه سعريا، بس قصادها في كواليتي معقوله بالنسبه للسعر. انا النهارده عندي مثلا كان في فكره بسيطه قلناها وقدمناها لرئاسه الجمهوريه، قدمناها لوزاره السياحه، سياحه القصور. انت عندك هنا في مصر في حوالي 100 في القاهره بس عندك حوالي مثلا في 103 قصر. القصور دي في منهم مهجور وفي منهم اللي معمول منظمات حكوميه وفي منهم اللي معمول مدارس، مع العلم ان هي قصور عدى عليها لا يقل عن من 100 ل 150 سنه. وفي بعض القصور زي عندك قصر البارون في مصر الجديده ده، شوفي كم قرن عدى عليه، يعني تبقى اثر يعني. بالظبط. احنا عملنا المبادره دي ان احنا عايزين يا جماعه احنا عايزين نجيب السائح الغني اللي ابتدى يصرف شويه في الليله، بدل ما يصرف في الليله 70 و80 دولار، لا، احنا عايزين يصرف في الليله 4 و5000 دولار بير نايت في الليله الواحده بس. اديني القصر ده، جهزه لي كان ان لسه الناس اللي فيه ومالك القصر لسه عايش فيه، خليه زي ما هو من غير ما اغير معالم القصر الاثريه بتاعته. اديني جهز لي فيه حوالي مثلا في كل قصر 7 8 اوض بحيث ان القصر ده أعيش فيه الجست اللي هينزل فيه ويتقفل عليه الباب بتاعه من أول الساعة 7-8 بالليل، مفيش حد يقعد فيه غيره هو بس، هو والعيلة بتاعته أو عدد الأوض اللي احنا بنأجرها. الموضوع ده متسوق بره كتير، في هولندا، في إنجلترا، في ويلز، في مانشستر، القصور، سياحة القصور يعني يتجهز
والسائح هيعيش فيه، بدل بالزبط. ما بيأجر مثلا في اوتيل، لا لليله او ليلتين على حسب اللي هو هيدفعه. بالظبط يا فندم. اه يعيش الاجواء دي ولا. يعيش اجواء صاحب القصر ما كان عايش في في القرن ال15 وال16 وال14 زي ما كان البارون مثلا كان بيعمل. انا هعيش الجست ده بنفس طريقه الاكل، بنفس اوضه النوم بتاعته، بنفس الجنينه على نفس الطراز، ويتقفل عليه القصر ده ويعيش هو الاتموسفير بتاع صاحب القصر ده. الليله بره بتتباع بحوالي 4 و5000 دولار ليورو، يا دي حسب الديستنيشن اللي انا قاعد فيها دي. انا هنا مفتقد النوع ده من السياحه. انا النوع ده من السياحه لو انا اخدت لي 40 50 قصر من ال 103 المهجورين دول وعملته بنفس الطريقه دي، عملت له رينوفيشن وعملت له ريستوريشن المظبوطين ليه، وعملته بنفس الكواليتي اللي كان عليها، انا هعرف ابتدي اسوق بلدي بره ان انا في سياحه لسياحه الاغنياء. مش بس سياحه ان انا بجيب الجست اللي بيجي لي ال 8 وال 10 مليون سياح اللي بيجي يصرف عندي هنا 600 و700 دولار، واحيانا ما بيجيش مثلا معايا بوكيت ماني في جيبه اكتر من 100 او 120 دولار عشان ما يصرفش، ان هنا بيبقى كله اول انكلوزيف جوه الفنادق، يقول لك عشان ما اصرفش محتاج يبقى معايا اكتر من كده. مش ده السائح انا دلوقتي عايز اعمل له تارجت، انا السائح ده هحافظ عليه كفوليوم اخليه، انما انا عايز ابتدي اخش تاني على نوع تاني من انواع السياحه، ان مصر بلدي لا، انا عايز اخليها من الديستنيشن الغاليه. يعني انا السائح السويسري كان بيجي يدفع عندي هنا كتير، السائح الياباني كان بيجي يدفع عندي هنا كتير، عايز ابتدي ارجع تاني الديستنيشنز دي. طب هل في رد فعل للفكره اللي انت قدمتوها؟ ان شاء الله. يعني انا اسيومك ان طبعا، يعني الموضوع دلوقتي قيد الدراسه، وانا اعتقد يعني انا اخر 2019 ممكن نبتدي نسمع ان الموضوع ده هيبتدي يتنفذ على الارض. هي فكره مختلفه، ويعني مختلفة حتى على الأقل بالنسبة لنا في مصر. حضرتك بتقول إنها مفعلة أو موجودة في دول برة، لكن إيه المانع طالما إحنا بنمتلك عدد من الأصول واللي ليها تاريخ واللي عدى عليها سنين كتير، فليه ما نعملش ده ونستغله ونجذب السياح الأغنياء. أنا عايزة أروح معاك بقى للمشروعات السياحية الجديدة، وإحنا طبعا إحنا بدأنا كلامنا بالتنمية وبالاقتصاد وبالسياسة والخريطة بتاعتنا اللي بتتغير دلوقتي على أرض الواقع. منطقة زي منطقة العين السخنة مثلا واللي بيحصل فيها أكيد برضو يعني لازم نجهز لها ونكون مستعدين نقدر نستغل ونسوق مكان بمشروعات العين السخنة، بالمنطقة حتى الصناعية اللي بتتعمل حواليه اللي هتجذب كتير من المستثمرين. مزبوط. نقدر نشتغل على المنطقة دي إزاي؟ بصي، العين السخنة من الديستنيشنز اللي هي شغالة أكتر على اللوكال ماركت، على السياحة الداخلية، وشغالة أكتر على الفنادق اللي هي بتبيع الشاليهات والغرف السياحية البسيطة اللي هي ممكن تبقى بس ويك إند، يعني تروحي انت وعيلتك الخميس ترجعوا السبت، او واتيفر بقى في الصيف تطلعي 3 4 ليالي، لان هي من القاهره هنا يعني مش مكمله ساعه. انما انت النهارده الرئيس بيفتح هناك اللي هي منطقه الجلاله الجديده، عندك الفندق بتاع هضبه الجلاله ده هيفتح في اعتقد في اعياد تحرير سيناء اللي جايه دي 25 ابريل. عايز اقول لك الفندق ده عامل معمول له ميناء سياحيه بره لليخوت، ان هي تستوعب اي يخت يجي لنا بره من البحر الاحمر، يعني يجي لك من السعوديه، يجي لك من دبي، يجي لك من اي منطقه الخليج. دي بتبتدي تجذب نوع جديد من انواع السياحه زي سياحه اليخوت في العين السخنه. العين السخنه طبوغرافيه المكان بتختلف في اليوم مش في الاسبوع، الدنيا مختلفه تماما بعد طريق الجلاله ما اتفتح، بعد الهضبه الجديده ما بتخلص. انت ناس لسه يمكن عشان الميديا لسه مش عامله فوكس على المنطقه دي عامله ازاي، انما انا عايز اقول لك انت بدايه من نص التاني من ابريل 2019 ده هتكتشفي ان انت ما رحتيش العين السخنه قبل كده، ان انت العين السخنه اللي انت كنت بتروحيها قبل كده حاجه، وبدايه من 25 ابريل اللي جاي ده انت هتشوفي منطقه بمدينه بحاجه جديده انت ما كنتيش متخيله الناس دي اشتغلت امتى وعملت امتى وخلصت امتى. صحيح. انت هتفوجئي والناس كلها هتفوجئ هنا في مصر بالافتتاح بتاعها يوم 25 او 26 ابريل، الرئيس ان شاء الله هيعمل الافتتاح ده، هتلاقي حاجه غير طبيعيه. ده بدايه من الطريق لغايه لما الواحد يوصل بالمكان اللي هو بالظبط. يعني لو انت كنت فاكره ان العين السخنه انت بتروحي النهارده في ساعه ونص ماشيه صحراء حواليك اليمين والشمال، فانا عايزك تروحي هناك اخر اكتوبر جاي وتشوفي الطريق ده هيبقى عامل ازاي، هتشوفي البلد هناك عامله ازاي. انت ما رحتيش العين السخنه قبل كده، وكل الناس اللي راحت العين السخنه قبل كده لغايه الشهر اللي فات والشهر اللي قبليه، انا احب اقول لهم انتوا بدايه من النص الثاني من ابريل هتشوفوا بلد تانية خالص. صحيح، عشان كده بنقول ان دي منطقه جديده. طبعا يعني العين السخنه مش جديده بالنسبه للناس كاسم. مزبوط. لكن زي ما حضرتك بتقول هو هيشوف حاجه ما كانش متوقع انها تبقى بالمستوى دي وحصلت امتى، فمحتاجين نشتغل على المنطقه دي. مزبوط. اكتر. يعني يمكن الوقت عدى بسرعه جدا، في كلام كتير وتفاصيل كتير جوه قطاع السياحه، نفسنا نتكلم حتى عن اوضاع العاملين بقطاع السياحه لكن الوقت مش هيسعفنا. انا عايزه سريعا كده تقول لي
المصريين واللي من حقهم هم كمان يستمتعوا ببلدهم وبكل حاجة حلوة موجودة فيها، لكن بطريقة مظبوطة من غير القطاع ما يخسر بسببهم، وهم كمان يقدروا يعني يتعاملوا مع الموضوع بشكل أرقى من المشاكل الكتير اللي حصلت الفترات اللي فاتت. لو رسالتك بقى للمصريين والقطاع السياحي والعاملين فيه عشان نقدر نخليهم ماشيين بالتوازي يخدم القطاع. شوفي، احنا بالنسبه هنا كقطاع سياحه داخليه، لو احنا هنتكلم عليه كمصريين بيبتدوا يسافروا في اي ديستنيشنز، مرسى علم، غردقه، شرم الشيخ، العين السخنه ايفن، لا انا هقول له الفتره الجايه من فضلك حافظ على تواجدك وحافظ على المكان اللي انت قاعد فيه، لان انت هيبقى فيه عندك صوره هتتنقل لبره، لان احنا الفتره الجايه دي في اجانب كتير موجودين في نفس الريزورس اللي انت نازل فيها، في نفس الفنادق اللي انت نازل فيها. حجم الأجانب اللي نازلين بلدنا الفترة الجاية دي مش قليل. أنت عندك السياحة المصرية بتبتدي تشتغل من النص التاني من شهر 5، من فضلك أنت لما الفندق يقول لك ما تنزلش حمامات سباحة بهدومك، ما تنزلش بأي حاجة قطنية، مش غلاسة منه عشان بيقول لك كده، لا ده لأن حمام مثلا سباحة ده بيبقى فيه كمية معقمات و حاجات ماتيريال كيميكالز، ده عشان يحافظ ان لو في اي حد عنده حاجه مرض جلدي اي حاجه ما يتنقلش من ليكي مثلا. بالظبط كده. فالحاجات القطنيه مثلا بيقول لك مدير الفندق او الراجل واقف على حمام السباحه ما تنزلش بيها، عشان الحاجات دي اكتر حاجه بتجذب الكيميكالز، فبالتالي المنطقه دي ما بيبقاش فيها اي حاجه في عمليه تطهير. لما في البوفيهات في المطاعم يا ريت تاكل اللي انت بتاخده، ما عندناش مشاكل خالص، بس نسبة الهادر في دايما في أي بوفيهات أحيانا بعض الفنادق هبة بتشتكي إن كل يوم لما في عندي مثلا جروب مصري ما بيقلش الهادر مثلا عن من 40 ل 60 كيلو أكل كان ممكن يتعمل له ينفع لحد تاني ياكله، انما ده يعني ده خلاص ده بيترمي. الدنيا بتبقى مفتوحه يعني، خد اللي انت عايزه بس على قد ما انت محتاج. بالظبط، المصري دايما بيحب ينزل في الاول انكلوسيف، الاقامه الشامله الكامله، اتفضل كل اللي انت عايز تشربه، كل زي ما تقدر اشرب اللي انت عايز، بس ما تاخدش حاجه وترميها، يعني ربنا ما علمناش كده يعني. اكيد. فيعني حافظ على المكان بتاعك وحافظ على صورتك قصاد الاجنبي وقصاد نفسك. تقدر تعلم ده لاولادك حتى الشكل العام وانت قدام الاجانب، زي ما احنا بنقول كده نفسنا نصدر صوره راقيه، زي ما بلدنا جميله احنا كمان تكون تصرفاتنا مواكبه للجمال اللي احنا عايشين فيه. بشكرك جدا على وجودك معايا ونورتنا، واتمنى المزيد من النجاحات لقطاع السياحه في الفتره اللي جايه، والنسب تكون اعلى ومبشره، ونرجع مره ثانيه ينتعش اقتصادنا بالسياحه. استاذ رامي فايز، عضو غرفه الفنادق البحر الاحمر والمستثمر السياحي بمرسى علم، شكرا لوجودك. انا شرفت بيك فادي، صباح الخير. بشكرك. صباح. لسه مكملين بعد الفاصل، هنشوف التنمر الظاهره الخطيره وازاي دور الشباب في كليه الاعلام انهم يتعاملوا معاه ويتصدوا لهذه الظاهره.